السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث الآن مع أحد الأبطال الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة. نعم، بحلول 6 أكتوبر 2020 يكون قد مر على حرب ونصف أكتوبر 73 47 عاما. 47 عام يا بطل مرت على الحرب، على الحرب اللي انتوا رفعتوا راسنا بيها ونقلتونا من الهزيمة للنصر. يعني احنا بعد ايوه اتفضل. انت اتجنيت سنة كام يا ريس؟ 77. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كنت سلاح ايه؟ دفاع جوي صواريخ. ايوه يا فندم. كان الاستاذ مختار علام بيكلمني برضو، كان له ذكريات عن الحرب واتكلم فبرضو نرجع بذاكرتنا. اتفضل سيادتك. يعني يوم 6 اكتوبر على سبيل المثال كنت سيادتك فين؟ كنت بالغردقة. لان الرئيس السادات رحمه الله عليه كان لا يعلم ميعاد الحرب الا القيادات الكبيره. هو السادات بس اللي كان يعلم بس. آه. هو بس. وده كان سر النصر. سر النصر. سر النصر. عمليه التمويه واعلن ان الضباط طالعين عمره. تسريح دفعه او ادعى ان حصل في تسريح دفعه. بس الخبراء الروس والى اخره. اه. لا كان راجل ناجح. آه يعني انت كنت سيادتك الغردقه اللي هي في البحر الاحمر. البحر الاحمر. يعني يوم 6 اكتوبر اولا اللي في الغردقه هو اللي عجبها. لان الشيخ الشعراوي بيقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طبعا. ما انت كنت بتحمي ده كانت من اهم المناطق. ايوه. وبعدين انت تعرف اللي بيطبخ للي عجبها مش ده اللي بيخيط ملابس للي عجبها. كل ما يؤدي الى الواجب فهو واجب. ايوه. واحنا كان عندنا حرب ويهجموا علينا ونضرب. ده المنطقه بتاعتكم كانت منطقه حيويه. ده هو حكى لي حكايات. ايوه.